السلام عليكم. الآن تطبيق عملي أو تطبيق ببرنامج فوتوشوب بالنسبة للعملي اللي أخذنا ثلاث صور بتعريضات مختلفة، كيف راح ندمجهم في فوتوشوب؟ الآن راح أقول لكم. عندكم ثلاث صور الآن موجودة اللي هي صورناها في التطبيق العملي زي ما أنتم شايفين بتعريضات مختلفة، تعريض عالي وتعريض منخفض جدا وتعريض معتدل. طبعا احنا راح نستخدم ثلاث صور هذه بدمجها مع بعض واستخدامها كتعريض صورة واحدة ممتازة جدا جدا. في طريقتين لدمج التعريضات المختلفة عن طريق برنامج فوتوشوب فايل اوتوميت، وفي عندك هنا شيء اسمه ميرج تو اتش دي ار برو. طبعا هنا راح نختار براوس وراح نختار ثلاث صور اللي احنا استخدمناها وراح نقول اوكي وراح يدمج لنا اياها صور في صورة واحدة وانت تبدأ تعدل عليها على حسب ذوقك. طبعا الطريقة هذه انا ما راح استخدمها، راح استخدم طريقتي الخاصة اللي هي دمج ثلاث صور بتعريضات مختلفة. راح نختار الصور كالتالي، نضغط على الصورة الاولى كوماند A C، بعدين الصورة الثالثة ننسخها فيها يصير الليرين فوق بعض، وراح نختار الصورة الثالثة كوماند A C وراح نضيفها في الصورة نفسها اللي اضفناها زي الاول. راح يكون الثلاث صور في لاير واحد فوق بعض، هذه الصورة الاولى الصورة الثانية زي ما انتم شايفين بالضبط. طب راح كيف راح نستخدمها؟ احنا نستخدم التعريض العالي لجزء في الارض، وراح نستخدم التعريض المعتدل للجبال، وراح نستخدم التعريض المنخفض جدا للسماء والغيوم. كيف راح ندمجها؟ بالتالي ناخذ التعريض الاول، تمام، نقول له احنا ايش محتاجين في التعريض هذا. محتاجين الارض، راح نقول ماسك، نختار جرانديت، وبعدين نحدد تحديد بالشكل هذا، نخلي الجزء الابيض في الاسفل. هنا نخلي الجزء الابيض في الاسفل، نحدد من الأسود إلى الأبيض كالتالي. احنا أخذنا جزء الآن، جزء الواضح اللي هو جزء الأرض. كيف راح نختار الجزء الثاني؟ الجزء الثاني فيه الجبال واضحة، راح نختاره كالتالي، خلنا نحددها بشكل أفضل كالتالي. نختار الجزء هذا، شوف لما انتم شايفين تمام محتاجين الأرض، فنختار الجزء هذا نضغط على ماسك، وزي ما سوينا في اللاير الأول نسوي في اللاير هذا، نحدد نبغى احنا جزء الجبال، فنختار السماء كالتالي، ونحاول ناخذ نتيجة أفضل نتيجة كالتالي. زي ما انتم شايفين هذا تعريض السماء، تعريض الأرض، وهذا تعريض الجبال، وهذا تعريض السماء اللي موجود عندكم. شايف أخذنا ثلاث تعريضات بصورة واحدة. طيب في ناس معينة تحب يعني تشتغل على الصورة بشكل أفضل، هنا في يعني زي ما تقول في تعريض منخفض جدا جدا هنا ومخرب الصورة، كيف راح نزيله؟ طبعا راح نحاول نعرف المشكلة من فين، من هذا اللاير، لا من هذا اللاير، ايوه من هذا اللاير. راح نزيد هذا اللاير، كيف نختار الفرشة، نختار اللون الابيض، ونضغط على الماسك، ونحاول نجي المنطقة هذه بالشكل هذا عشان نحاول نشيل السواد الموجود في الصورة، وناخذ التعريض هذا لأنه التعريض هذا مرة منخفض جدا منخفض. الآن واضح عندكم الصورة، تعريضها جدا جميل واضح جدا. راح نستخدم بس تعديلات بسيطة مثل الكيرفز، نحاول نرفع الكيرفز، وهذا الكيرفز راح نستخدمه للأرض فقط. كيف راح نستخدمه للأرض؟ نضغط على Alt ونقرب من اللاير اللي احنا تحكمنا في الكيرفز. احنا استخدمنا الارض هذا جزء،
هذا الجزء استخدمنا الأرض، راح نقرب فوق هنا نضغط على Alt ويصير للتأثير الكيرفز على الجزء الواضح من الأرض. وهكذا أيضا ممكن تضيفوا أشياء معينة، نختار Contrast ونزيد الكونتراست شوي، تحبوا تختاروا حدة زيادة، ألوان أقل، كثير أشياء ممكن تستخدموها. أنا هذه طريقتي وإن شاء الله أنها تعجبكم في التعديل بالفوتوشوب. إلى اللقاء إن شاء الله في حلقات أخرى، أتمنى أن يعجبكم الدرس، وتحياتي الخالصة لكم، وشكرا لاهتمامكم والتواصل. نراكم على خير بإذن الله.